السلام عليكم السيدة الحلوة هاجر، أخصائية الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي. فيما يخص سؤال ديال كونساي بوك، السيد اللي عنده تنمال في الكتف الأيمن وكينزلو على الإبهام ديالو وكيعطيه الآلام، هذا مرض سميتو نيفرالجي سيرفيكوبراكيال NCB. هذا المرض هذا كيكون ناتج على الانضغاط ديال الفقرات العنق والعصب اللي متصل بالفقرات ديال العنق، والشيء اللي كيسبب هذا المرض هذا هو بعض الضغوطات، لو ستريس، الانسان اللي كيهز الثقل بزاف، كيعمل مجهود كبير. وفي هذه الحاله لازم السيد يمشي لعند طبيب مختص ديال العظام والمفاصل او طبيب نورولوج او ما يسمى بطبيب الاعصاب، اللي كيعطيه علاج عباره على ادويه او حبوب مهدئه، او الى اقتضى الامر يقدر يعطيه حتى ابر ديكورتيكويد باش يهدئ عليه هذوك الالام. وطبعا غادي ينصحوا باش يتوجه عند المراود الطبي. هنا كيجي الدور ديالنا، حنا كنقومو بحصص، الاولى الحصص الاولى يعني 5 حتى 6 الحصات كيكونوا الهدف ديالنا هو تهدئه الالام عن طريق تدليك حل عقد وتشنجات عضليه ديال العنق والكتف واليد، واستعمال الالات الاخرى ديال الفيزيوثيرابي لنفس الهدف. طبعا من بعد تهدئه الالام كتكون الحصص المتبقيه بنفس الطريقه، ولكن كتزاد لو رونفورسمون موسكولير او تقويه عضلات الكتف واليد والعنق.